مراييل مدرستي. الله يجرفني، ليه محتفظه بمراييلي ومش اخمط عليها؟ خدت برات ممكن اسميهم الحقيقيه كلهم علوش ندوج تشدوج بوشه. ما اي هاف نو ايديا انت مين. ليتك كتبتي اسمك زي الناس والاوادم. امورتك ما عندي اموره. اي بلا شوفوا علوش اللي كنا بقى. اوه علوش يس طبعا اوف كورس. دوين 14 شركه بيع عربي مؤنجلز. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فتاه في بدايه عمري ومع ذلك ذقت معنى الفراق اكثر من مره. صديقتي الاولى ابرار. بعدين كانت بتكلم عن ابرار. اخر مره رايتها فيها كان عمري 10 سنوات. كم عمرك دحين؟ 12 ولا الان عمري 13؟ قولي اخر مره قضيت 3 سنين. ليش الدراما؟ استطيع الدفاع عن نفسي وبالرغم عن ذلك كانت تشاركني التوبيخ. ايش في مره لقد تعلمت منها حركه رفع الحاجب فقد كانت جميله عليها. وايضا لم انسى جارتي تدعى امجاد. كم اشتقت اليها. واو والله قاعده اكتب عربي عربي قواعد. اخاها عبد الاله كان في مثل عمري. كنت اذهب معه الى الروضه. كان يتحول الى نمر حين اضربه. تضربي ليه؟ وها قد انتهت الاسطر ولكني لا اعرف ان كنت ساكتب قصه فراق اخرى ام لا. That's deep. اما الان فإلى اللقاء. لا 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 مو معقول. دراما كوين. معلمتي كاتبت لي كلام. انا سويت دمعتي على فراقها. حطيت حبر ودمعت. لا اله الا الله ما توصل. ملصقة حبل الجزمة. واو على خفة الدم. كاتبة كان حبل جزمتي مرة طويل يمكن كل واحد 3 امتار. تقال افصل فستان. مع السلامة.